بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الآية دي خلينا نفكر أني دائما عبر التاريخ البشري دائما تلقى جماعات ضالة ظالمة طاغية مخربة متسلطة بالحديد والنار، ربي يرسلهم ما كما تقول أنت طرق شتى لاختبارهم، هل مش يرجو أم لا؟ ورينا الرجوع صعيب إلا وقت سيدنا يونس عليه السلام صاحب الحوت عليه السلام، ربي أراد باش يغفر لهم بعد ما كان وعد عن طريق سيدنا يونس عليه السلام اللي مش يجي بعد 3 أيام يجيهم العذاب لهاك، ولكن رحمة الله سبقت، رحمة الله سبقت غضبه، فأوحى وألهم ملك هؤلاء القوم الذين 100,000 أو يزيدون أن يرجع إلى ربه. وبطبيعة الحال الشعوب على دين ملوكها، فالجماعة ذيك تبعت الملك هذاك فنجوا. تقريبا اللي في القرآن عن يقين أنها وقعت، يعني الله لا يقول إلا حق. وإذا كنت تحب تعرف التاريخ كن مع المولى حين تقرأ القرآن أو تقرأ حديث القدسية أو ترجع إلى ما تركه نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن أقوام نجوا وأغلبهم هلكوا. نسأل الله أن نكون من أهل النجاة وأن يقينا العذابات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.